تحفيزاً ودعماً للطاقات الشبابية الفاعلة، احتفت مديرية الشباب والرياضة في بابل باليوم العالمي للشباب عبر إقامة سوق خيري ومعرض تشكيلي ضم نتاج الشباب وإبداعاتهم في مجالات متنوعة. الهدف الأساسي هو اكتشاف موهبتهم ورعايتهم أيضاً. اليوم حتى عندنا منظمات أيضاً مجتمع مدني مشاركة في البازار وتعرض أعمالها، بحيث يكون العالم والآخرين موجودين يشاهدون أعمالهم. مناسبة اليوم العالمي للشباب هو توفير معرض تشكيلي وبازار سوق خيري لدعم هذه الطاقات وتبادل الخبرات بين الشباب في مجال الفني والمجال الثقافي. اليوم نشاهد مشاركات عديدة من محافظة بابل، أيضا محافظات أخرى، بغداد، نجف، كربلاء. هذا يدل على أن هنالك وعي وزيادة على 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 تقديم ما هو أفضل للشباب من خلال هذه المناسبة. تجربة مميزة لتلاقح الخبرات وتبادل المنتجات بين الشباب ومن كلا الجنسين، إلى جانب اكتشاف المواهب وتنميتها ليثبتوا قدرتهم الفريدة على التكيف ومواجهة التحديات عند انتقالهم إلى سوق العمل. شاركت بي لأن عندي شغف بالأعمال اليدوية بشكل كبير على الرغم من صغر سني، وأني أرسم وأسوي هواي أعمال من ضمنها الريزن والحجر. شاركت اليوم وكان كلش مشاركة حلوة، تعلمت بيها هواي أشياء واكتشفت هواي ناس، الناس كلش ساعدتني. بالنسبة للبازارات فأتمنى تكون أكثر واهز أكثر للشاب حتى يبدأ أكثر بمجاله وبمجالات ثانية، يعني راح يتوسع له هواي أشياء حتى يستمر بيها ويبدأ بيها. هذه الأعمال السنوية لتطوير المهارات الشبابية عامة وخاصة المحافظة وغيرها، فراح تكون تطور عام وبناء للشباب من يكون أساسه بهيج معارض وبهيج فنون. بازارات الخيرية اللي تقام هنا هي أولا كفائدة مادية للعوائل، ثانيا الانفتاح، يعني الانفتاح الحضاري راح يصير من خلال تبادل الخيرات وتبادل المواهب همات اللي راح تصير هنا. طبعا الشباب له دور مهم بالمجتمع سواء من الرجال أو النساء، حتى الآن هم يكونون هم البنية المسلط عليها الضوء بصورة كبيرة. إيلاء هذه المناسبة العالمية أهمية خاصة كونها تمثل حلقة الوصل مع شريحة الشباب التي تعد العمود الفقري في بناء المجتمع لما لها من قدرة على التغيير وصنع القرارات. لبرنامج صباح الخير يا عراق، زين العلي، محافظة بابل.